لنقاش هذا الملف وتحليله ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة القطرية دوحة الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم الأستاذ سلوان العاني. أهلا بكم أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا. أستاذ سلوان، ما مدى أهمية خروج فئة الطلبة من الجامعات والمدارس في المظاهرات رغم القمع الحكومي والميليشياوي للمتظاهرين السلميين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. خروج الطلبة كشريحة، كجزء لا يتجزأ من المجتمع، يحق لهم دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي اللي أنشئ 2005 أن يتظاهرون مظاهرات سلمية للتعبير عن رأيهم فيما يجري في بلدهم. فهم الطلبة يقومون بممارسة حق من حقوقهم الطبيعي بدون تأثير من أي جهة أخرى، هو عبارة عن شعور وطني داخلي في شخص كل طالب يحب أن يشارك إخوانه في الحالة اللي يمر بها البلد في الوقت الحالي. أستاذ سلوان، كان حزب الدعوة اعتبر الإضراب إيقافا لحركة التعليم وإرهابا فكريا وعلميا، وبالنسبة له كلها جرائم يعاقب عليها القانون. كيف يفسر ذلك انطلاقا من دور الحركات الاحتجاجية والثورية في العالم أجمع والتي يبدأها الطلبة ويكون لهم الدور الفعال فيها؟ نعم، الحقيقة مثل ما تفضلتي انه لا يمكن ان نعزل الطلبة وهي الشريحة المثقفة الواعية في المجتمع عن حركة المجتمع وبقية شرائح المجتمع. فما يشار الى انه هو ارهاب، ما افهم كيف يشار لانه ارهاب فكري وعلمي وعبارة عن جريمة، هو في عصر تدعي الحكومة و أذرعها أنها تعيش أو جاءت بطريقة الديمقراطية وبنفس الوقت تحرم عن غيرها وتجرم الآخر في مسألة الخروج بديمقراطية والتظاهر السلمي والتعبير عن الوجود والتعبير عن حقوق المواطنة وهو حق شرعي دستوري. كيف يكون أي قانون الذي ينادي به أنه هذا إرهاب وعليه قوانين وعقوبات وجرائم؟ أنا أعتقد أنه الجريمة هو من يقتل إنسان أعزل يعني بأسلحة محرمة دوليا فقط لكونه يطالب بحقه وبوطنه وببلد له سيادة وهيبة، على حال المئات من الدول الفقيرة والغنية كلها تتباهى بأنه دول مستقلة ولها قرار سيادي يعني يوضح هويتها وهوية تلك الدول. فهذا المتظاهرين والطلبة هم هذا هو ما يقومون به في الوقت الحالي. في السياق ذاته تحدث أيضا قيس الخزعلي عن هدف الإضراب العام والذي هو الجهل والتجهيل في العراق، متهما جهات خارجية بتحريك الشارع العراقي. أستاذ سلوان، ما هي النقاط التي يلتقي فيها المسار التعليمي بالحراك الشعبي وأهمية البناء على هذه النقاط للاستمرار في الحراك أو التراجع بالنسبة للطلبة تحديدا؟ نعم، الطلبة طبعا هم شعورهم يعني بوصول مستوى التربية والتعليم إلى مستوى متدني جدا، بحيث أنه لدينا أكثر من 6 ملايين عراقي ما يجيد القراءة والكتابة، نسبة بطالة تزيد عن 30%، التعليم في أسوأ حالاته، لدينا حوالي 14 أو 15 ألف مدرسة، 9 منها متضررة وحوالي 1000 مدرسة طينية، الحاجة إلى 1000 مدرسة جديدة لم تبنى ولا مدرسة منها، مبيعات النفط عالية جدا تصل إلى 1000 مليار دولار خلال 10 أو 12 سنة، لكن ما قدرت تحل مشاكل التربية والتعليم ومشاكل البلد. فطبيعي هذه الشعور، هذا الشعور لدى الطلبة ووصول جامعاتهم إلى مستوى متدني بالمستوى العلمي وعدم وجود تواكب أو مواكبة للتقدم العلمي، شعارهم يشعرون أنهم جزء من مطالب المتظاهرين الذين يريدون الكرامة
ويعني الاحترام وضمان مستقبلهم كطلبة. أين مستقبلهم؟ غامض بالنسبة لهم في الوقت الحالي، لا يعرفون متى سيتم تعيينهم وما هي أماكنهم في المستقبل. نعم، شكرا جزيلا لكم الأكاديمي المتخصص في الشأن التعليمي الأستاذ سلوان العاني، كنتم معنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة.